لكن دكتور عبد الفتاح السيسي كجنرال عسكري ورجل كان في القوات المسلحه من المفترض مثلا كما يعتقد البعض ان يكون له بعض الخطوط الحمراء فيما يتعلق ببعض القاده نتحدث عن سامي عنان نتحدث عن احمد شفيق يعني معصوم مرزوق كافة أحمد قنصوة طبعا بخلاف المستوى بين الأشخاص كسامي عنان وشفيق كافة هؤلاء الأشخاص أصبح لهم مصير واحد هو السجن في مصر كيف نفهم طبيعة معادلة هؤلاء شخصيات عسكرية وعبد الفتاح السيسي شخص عسكري كيف نفهم الصراع بين هؤلاء وبين عبد الفتاح السيسي؟ البعض مثلا طرح مبادره، البعض كان ينوي الترشح في الرئاسه، لكن عبد الفتاح السيسي استخدم معهم نفس الاسلوب. هو هناك امرين، لا تنسى ايضا انه سامع كان استاذه ها أه؟ الاهم من ذلك انه اي انسان ضعيف اي انسان ضعيف في اي عمل سواء كان رئيسا او غفيرا او في اي موقع تجدوا دائما يتعامل بمثل هذه الطريقه الذي يريد من خلالها ان يقضي على الشخص المناوئ له او يظن انه مناوئ له او ينافسه بشكل او باخر لانه هو لو احنا اتكلمنا حتى كلهم عسكر ولكن هناك فرق يعني لما تيجي تتكلم عن سامي عنان او احمد شبيق مع اختلافي في كثير مع هؤلاء الا ان هناك فرق يعني انت انت بتتكلم يعني انت حينما تتحدث مع واحد هو اصبح بشكل او باخر عن طريق انقلاب او مثل هذه الامور اصبح رئيس لدوله ويتحدث ويقول انا لا اعرف السياسه من خمسين سنه ولا ولا نحتاج الى السياسه. اولا لا هو رجل في منصب سياسي يعني رئيس الدوله هذا هو منصب سياسي بطبيعه الحال، فهو يقول هذا الكلام. الامر الاهم في هذا السياق وهو الوضع الاقليمي والوضع الدولي انه كانوا يقولون سابقا عن مبارك انه كنز استراتيجي بالنسبه لاسرائيل. هذا الرجل تعدى هذا بكثير، يعني لك ان تتخيل أن احد الوزراء الصهاينه يقول أن هذا أفضل بكثير جدا من الصهاينة واليهود أنفسهم في السعي لمصالح اليهود يعني لك أن تتخيل واحد هو في دولة مهمة أو يجب أن نقول أنه رئيس لدولة مثلا مهمة ومحورية في المنطقة مثل مصر مثل مصر ويتعامل مع إسرائيل بكل هذه المودة والدفء والأخير ما شاهدناه على مدار السنوات الخمس وأكثر من بعد الانقلاب أمر واضح للعيان ويعادي يعني يعني قمة مهمة وجماعة مهمة جدا وهي جماعة حماس أو حركة حماس وأنا بعتبر أن هذه حائط الصد الأخيرة التي تصد عن الأمة الإسلامية كلها ويدعي أنها إرهابية ولكن في الأوقات الماضية